ايه؟ في ايه؟ في عرض ربنا ابعدي عني وسيبيني في اللي انا فيه. انت تعرفي ربنا انت؟ اسمعي، من النهارده انت مش هتتحركي من مكانك ولا كلمه هتطلع من حنكك الا باذني انا. انت فاهمه؟ انا هنا الكل في الكل، واللي ما يسمعش كلام سينا يستاهل اللي يجراله. اوعى تفتكر ان انا خايفه منك ولا خايفه من هنا ولا حتى خايفه من الموت. لو انت فاكره كده تبقي غلطانه. عايزه تفهمين انك مش خايفه من الموت وحابه تقعدي هنا اهو؟ محدش بيحب السجن حتى لو كان في بيته. ايوه هو كده. عايزاكي تقولي الحقيقة، عايزاكي تكوني واضحة معايا عشان أحبك. عندك حق، أنا أعترف بكل الحقيقة بكل حاجة عملتها، وهقول إن أنت كنت معايا وماشية ورايا. مش هخاف ومش هنكر اي حاجة تانية ابدا، لاني زي ما بقولك انا مش خايفة. لعبة جديدة دياك ها؟ لا يا زينة مش لعبة، انا عايز اعرفك بس الناس اللي انتي مسنودة عليهم وفاكراهم في ظهرك أول واحدة حيرموها في النار انتي، إن كان عادل ولا لبنى ولا ريم. كل الكلام اللي بيقولهولك كذب في كذب. كذب ازاي يعني؟ أنا قدامك أهو شاهد بنتي محامية كبيرة، إن كان هي ولا كل اللي بيشتغلوا في المكتب اللي معاها واقفين معايا وفي ظهري، وحسن ومروان بيقوموا لي أكبر محاميين في البلد عشان يخففوا عليا الحكم مش يجيبوا لي البراءة. أيوه بس برضك ريم يدها طايلة. على اللي بيشتغلوا معاها وبس، إنما هنا اللي بيحكم القانون والقاضي وبس. هي طريقتك هي ما بتتغيرش، بتقعدي تلفي كده وتدحلبي وتزني على الودان، والزن على الودان أمر من السحر. بس لا يا كريمة، أنا مش هصدقك تاني ولا هسمع كلامك، أنتِ فاهمة؟ وعشان تعرفي ريم مش هتسيبني. ريم تبقى أخت محرم وهي عارفة ومتأكدة إن أنتِ قتلتي. بس لبنى قالت لي إن هخرج من هنا. مش بقول لك إن أنتِ عبيطة، لبنى برضو بنت محرم اللي انت ذبحتيه. هم عارفين ان انا عملت كده غصب عني، وانت اللي كنت السبب في ده. حتى لو عرفوا يخرجوكي من هنا وده عمره ما هيحصل ابدا، يا هيذبحوكي يا هيدفنوكي بالحياة. شش اسكتي اسكتي، ما اسمعش صوتك خالص، انت فاهمة؟ عشان تكوني عارفة يا كريم، انا هخرج من هنا وانت اللي هتطمك وهتشوفي.
تشوفي عذاب عمرك ما شفتي في حياتك كلها يا كريمة. وزي ما قلت لك، لو القاضي ما حكمش عليكي بالإعدام، أنا اللي هاخد روحك دي بيدي. أنتي جاموسة ما بتشوفيش؟ ما تعلمتيش أي حاجة من اللي حصل؟ والله أنتي صعبانة عليا. ربنا يكون في عونك وياخد بيدك. ده إيه الطيبة دي؟ لا معرفتكيش وأنت كده. بقول لك إيه؟ كون النسوان دي مش عليا، ماشي؟ في عندي خبر حلو قوي هيفرحك. نادية بنت أخوكي هتلبس البدلة الحمراء. إعدام. غرقان في همومه ومشاكله، ولا بخطر على بال حد فيهم. مفيش حد فيهم بيجي يطل عليا بيقول لي عامله ايه يا شمس. كلكم، ولما يبقى جوزي هو كمان زيهم تبقى مصيبه سودة. طيب لما مفيش حد حاسس بيكي بقى يا شمس، انت حاسه بمين؟ تعالي نركن أهلك على جنب كده شوية ونتكلم بقى عن جوزك اللي مسبب لك المصيبة السودة اللي في حياتك. تقصد إيه؟ قصدي إن أنت اللي مش حاسة بيا يا شمس ولا باللي أنا فيه. إيه اللي أنت فيه يا فتحي؟ أنت مش واخدة بالك يا شمس إحنا عايشين إزاي؟ أنت مش شايفة إن أنا عمالة أتلزق لمروان شوية ولحسن شوية عشان يبقى ليها شغلانة ويبقى لينا دخل أقدر أصرف عليكي منه وحسسك ان انتي مسؤولة مني؟ انت اللي مش عايزهم يساعدوك. يساعدوني؟ دول عمالين يباصوني لبعض زي الكورة. ولو في مرة بس غلطت او عملت حاجة مش على مزاجهم يجروا هما الاتنين يسنوا السكاكين ويعلقوا المشانق. ياه، ده انت شايل مننا قوي. شفت بقى ان انتي ما فهمتنيش اصلا ولا فهمت قصدي ايه؟ يا شمس انا ما بشيلش من حد والله. أنا لو حد غلط فيا عادي، بكرة هنسى كل حاجة عشان أنا قلبي مش أسود. وعشان أنت طيب وحنين، أنا رجعت لك يا فتحي، عشان عارفة إنك إنسان طيب. شوف يا شمس أنا ممكن أغلط عادي، بس المشكلة إن محدش بيسأل نفسه هو أنا ليه غلطت؟ كله بيجري على طول من أولها كده عايز يعلق لي المشانق. أنا هحكم عليك بثلاث شهور، بس مع إيقاف التنفيذ، عشان أديك فرصة تفتح صفحة جديدة. ونقطة ومن أول السطر. تفتكري هنقدر يا شمس؟ هنحاول وبإذن الله هنقدر بإذن الله. تشرب برتقال؟ مش عايز برتقال؟ اضحك 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 خلي الدنيا تضحك لك. تاخد موز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي اقعدي. شكرا. خير؟ خير يا سعادة الباشا ان شاء الله. عندك شكوى في حد مضايقك؟ لا بالعكس، كلهم هنا ناس طيبين وبيعاملوني بالحسنى. امال انت عاوزه ايه؟ دول قالوا لي انها حاجه مهمه قوي. هو رجاء اكتر من ما هو طلب. وانا عشمانه في قلبك الطيب ان انت تساعدني. ربنا يكرمك ويعلي مراتبك يا رب. ايوه، اللي هو ايه طلبك؟ بنت اخويا محبوسه هنا ومحكوم عليها بالاعدام. اهدي يا ست كريمه، اهدي. تأكدي تماما اي حاجه في ايديا انا مش هتاخر عليك بيها. انا عارفه، عشان كده طلبت قبل حضرتك. انا نفسي اشوفها وحدنا ولو نص ساعة بس قبل ما ينفذوا فيها الحكم. أيوة
بس دي حاجة مرسلة على ست كريمة عشان خاطر ربنا ساعدني. هما أنا هعمل طلب وارفعه المصلحة، هما اللي هيقولوا إذا كان أيوة أو لأ. هما ممكن يرفضوا وما يخلينوش يقابلها؟ دي حاجة ترجع لهم هما مش بإيدي. اعمل كل جهدك، الله يكرمك ويعلي مراتبك ويخليك لولادك يا رب. أنا عارفة إن حضرتك تقدر تساعدني. أوعدك إن أنا هعمل كل اللي أقدر عليه. قدر ألف خيرك. ألف شكر. متشكرك. يا رب. خدتي ايه يا نادية؟ خدتي ايه غير وجع القلب؟ خدتي ايه من الغيرة والمناجرة مع جبرية غير نار تاكلك قبل ما تاكلها؟ خدتي ايه لما ما شفتيش الا اللي عايزة تشوفيه وغميتي عينك عن كل الحلو اللي في حياتك؟ وانا صغيرة كنت ابص للسمك دي والنجوم اللي منورة اقول ياه لو اقدر اطلع للنجوم دي وامسكها بيدي، كنت اصحى الصبح ايام المدرسة اقف قدام المراية ما اتحركش لما اتأكد ان شعري حلو والشرايط اللي بحطها مربوطة زين، ابص على جزمتي واطمن انها بتلمع كيف المراية. أبوي كان يقول لي أجي معاك أوصلك، كنت أقول له لا أنا كبيرة أنا عارفة الطريق أحسن من كل الولاد اللي في البلد. أنا نادية بنت عبد السلام، كنت حاسة بروحي وحباها، كنت أحب قوي أقرأ قصص الحب وأحلم إني بقيت البطلة اللي كل نفسه في نظرة من عينيها. بس وأنا بحلم نسيت إن اللي عايز يبقى نجم في السماء واللي عايز يبقى بطل للحكايات لازم يتحمل كتير قوي، لازم يفهم حاجات كتير غايبة عن عقله. لازم يعرف ان الدنيا خداعة وانه مش لازم يمشي ورا نفسه الأمارة بالسوق، لازم يبص للحلو اللي في حياته مش للوحش وبس.